المبادرة تدخل في إطار دعم المستفيدين من مركز الحد الثاني سيد البرنوسي بمعدات وحقائب مهنية للاستفادة من في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية باش يستافدوا هاد الوليدات هادو من هاد المعدات باش ينفتحوا على 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 عالم الشغل في إطار حرفي احترافي. هاد العملية تمت بعد المرحلة ديال التكوين بالمركز اللي دامت 11 شهر. هاد 11 شهر تضم 20% في تدريب تدريب ميدانية و 80% تطبيقية. بالتالي هاد البرنامج هذا بعد هاد العمل التكويني اللي كان فيه نظري تطبيقي وايضا تدريب خارج المركز في اطار شراكات مع الشركات في القطاع الخاص تم تجهيز ديال هاد المستفيدين اللي دخلناهم في اطار العمل المقاولاتي او الفكر المقاولاتي ديال المقاول الذاتي باش ينفتحوا على سوق الشغل بواحد الحرفيه والاحترافيه. الحرف اللي غيستافدوا منها هاد الوليدات ديالنا ديال المركز الحظ الثاني تسميهم وليداتنا لان عاشرناهم ودوزنا معهم واحد المده زمنيه طويله في اطار التدريب. بالتالي الحرف فهي كالتالي: هي حرفه نجاره الالومنيوم، حرفه الكهرباء البناء، وحرفه الصباغه والديكور. من بعد من الشوايد ديالهم واش كاينه شي فرص شغل كتحاول؟ نعم، بعد هذه المحطه ديال توزيع المعدات قمنا باحداث منصه رقميه سميناها الو حرفي. هذه المنصه الرقميه تتفتح لهم افاق مستقبليه باش تكون واحد الديمومه واحد الاستمراريه في ولو سوق الشغل. ماشي مثلا عطيناهم خذوا غير هذا الماتيريال هذا صافي غيمشي بحالته، لا، كاينه واحد الاستراتيجيه ديال الاستمراريه في سوق الشغل من خلال هذه المنصه الرقميه اللي تتيح لهم فرص ولو الشغل في ظروف حسنه وطبيعيه. عدد المستفيدين من هذا البرنامج هو 35 مقاول ذاتي. مقاول عنده بطاقه ديال المقاول الذاتي، اذا هذا هو المعيار اللي اعتمدنا عليه واللي اشتغلنا عليه، انه تكون عنده مقاول ذاتي ما ياخذش هذا الماتيريال فقط وتكون غير مثلا غير عطينا الماتيريال من اجل الماتيريال، لا، باش تكون عنده واحد 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 العمل اللي تنقولوا عمل حرفي احترافي تدخل في تدخل في اطار المواطنه، يؤدي الواجب الضريبي ديالو، يحس بانه كاين من خلال هاد الحقبه اللي دوز معنا تدريب ميدانيه التدريب في اطار المقاول الذاتي، تمكينه من المعدات وتمكينه ايضا من ولوج المنصه الرقميه اللي سميناها الو حرفي. منطقه البرنوسي فقط. شروط الاستفاده هي اللي كما تدخل في هذا اطار برنامج التكوين بالتدرج المهني، ان المستفيد يكون من 15 سنه حتى ل 30 سنه، تتفتح ليه الولوج يجي للمركز عندنا ويستافد من البرامج التكوينيه ديال المركز. يعني كل متخصص على حسب التخصص ديالو؟ على حسب التخصص ديالو، حيت ما يمكنش تعطي الكهرباء ديالنا. مرحبا. Thank you.
الجزوره Yusuf Melki.